على الوريد يا كان عمي مات لحق مختار سويت فجعه ورا فجعه تعمك يا الجويد زادت بقلبي وقعته مثل البليد زامل كلمات الاخضيه شوعي ناصر مفروض سويت يا ليها الجواب من اخيها الاخ عبد شوعي ناصر مفروض سويت عزاه بعد وفاه عمه مشيد بندر ناصر مفروض سويت والاخ الشهيد مختار صالح سويت الذي وافته المنيه وهم يؤدون الواجب الوطني على كل من ابناء محافظه عمران ديريه مسور قريه سويت جانا خبر عاجل وقطع للواريد قد كان عمي مات لحد مختار سويت فجعه ورا فجعه تعمك يا الجويد زادت بقلبي وقعته مثل البليد وعن وفاة مختار زادت للشريط يا عيشة الطنكة ويا القلب الجريط جرد بذا الدنيا وحزنك بالقلب الشديد سويت عن ما كتب ربي لحد الرجال منا شهيد عن ما كتب ربي والحق بالشهيد والحمد لله كان يفعل ما يريد أخذ وأعطى عبدك الهولى سديد ما أخذ الجواب من عبد شوعي ناصر سويد على زامل أخوه ضياء شوعي ناصر من فض سويد يا مرحبا بك يا ضياء يا أخي الصديد يا عزتي والفخر يا شبل الأسيد وعن وفاة مختار يا ابن الجاويد اختاره الله بالشهادة والمريد رحمة ربي تنتاز الوسط اللحيد وتسكن الجنة لهم نوع فريد والحوريات من حولهم مثل الجريد واختارهم جنبه مع طه المجيد واختارهم جنبه مع طه المجيد وإقبال الزامل كلمات معمري عبد الله صالح المعمري من أبناء محافظة عمران مديرية مسور قرية سوار عزاء موجه لضياء شوعي ناصر سويد وأهل الشهيد وكافة آل سويد بعد وفاة عمها الأخ بندر ناصر مفقود سويد
والحريات يتوين من حولك ويجعلها الفداك. تواصل مع فايز ابو شمس على هاتف 721-694-900 او 711-1500-490.